ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وتفاصيل الحلقه بتاعت النهارده. بما ان هي ما فيهاش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، هتقولوا لي سهله، ما هو المطبخ مش لازم يكون فيه هوبر ولازم فيه جوز فراخ والجو اللي احنا عارفينه خالص. انا النهارده هعمل شويه محشي النهارده بجد. المحشي ده لو كنا منه اي كميه مفيش مشكله منه. يعني ايه يا عم الشيف؟ الورق العنب، هعمل النهارده ورق عنب بالزيت اسمه يالينجي في المطبخ السوري او المطبخ اللبناني. مقاديره على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد الخمسه، ولكن البطل هنا فيهم الرز المصري. هتقولي لازم رز مصري يا شيف؟ هو طعمه بيبقى لطيف وجميل اليالينجي بالرز المصري، ولكن اخواننا السوريين واللبنانيين بيبدعوا فيه طبعا. ساعات يعملوا بالبرغل، يحطوا له شويه برغل يبقى لطيف وجميل، وساعات دلوقتي بيحطوا له الكنوه. عارفين احنا كلنا الكنوه دي صحيه طبعا كمان، ففيها طبعا في يعني بنسميها تقليعات مطبخ يعني بنخترع، ولكن الاصول يتحط فيها رز مصري مع بقدونس وطماطم، دبس الرمان، عصير ليمون، زيت زيتون، بصله مفرومه ناعم. البهار الحلو هو البطل في الطبق بتاعي. ايه هو البهار الحلو يا عم الشيف؟ اللي هي الكوبيبه الصيني. بص، كل اكله ولها تفاصيلها ولها تركياتها. يعني الطبق ده ما ينفعش فيه كمون خالص ولا الكزبره الناشفه. بهار حلو، ملح وفلفل، زيت زيتون، عصير ليمون. ارفع ايدك انت مصري، غير كده ما تحطيش، عشان يبقى الطبق ده بيتكلم لبناني بيتكلم سوري، لان دي اكله مشهوره في المطبخ اللبناني او السوري اللي هو اليالينجي او الورق العنب بالزيت. هنبدا نشتغل فيه. حلو قوي. اول حاجه عندنا ورق العنب، يا اما برطمان يا اما بنجيبه طازه وبنسلوه. ان احنا نسلوه دي عمليه سهله، بيتسلق طبعا في ميه مع حامض، سلايز من الليمون، شويه ملح صغيرين، وبيتسلق. ده الورق العنب. او ان احنا اشترينا من برطمان اللي هو الجاهز، لازم تشتريه طبعا ما يكونش، شوفي تاريخ الصلاحيه، ما يكونش ماير، ما تكونش الورقه ناعمه، تكون الورقه ماسكه نفسها كده لطيفه وزي الفل. هنشوف ازاي نلف ورق العنب، سواء نعمله يالينجي، سواء نعمله باللحمه، سواء نعمله بالكوارع، سواء نعمله بلحمه الراس زي ما احنا عايزين، او بالرقبه، الحاجات اللي انا بحبها ديت. حلو الكلام. ده ورق العنب. تعالوا نعمل الخلطه بتاعته اللي هي الحشوه بتاعته. رقم واحد، طماطم مفرومه ناعم. فين الطماطم؟ اهي طماطم بتتقطع كده مكعبات صغيره قد حبايه البسله بالشكل ده كده. حلو قوي. الحشوه دي اكتبها ورايا كده علشان ده مهم جدا على فكره. جوزك نفسه في المحشي فاجئيه انك انت عامله محشي من غير كوارع ولا لحمه راس. حطينا طماطم، هنحط شويه دبس الرمان عليهم. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا معانا حله محشي ملفوفه وجاهزه عشان ما نضحكش على بعض. في حله محشي. يا شيف في حله محشي اهي، بصوا عليها كده اهي، والله العظيم مستويه وجاهزه. خلي بالكم اهي اهي، هشيلها دلوقتي اوريها لك. مخرجنا الجميل بيحب الحاجه الحلوه. اهي 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 اهي. ولكن انا دلوقتي هنلف شويه واحد واثنين وثلاثه مع بعض. واحنا مع بعض كده اخليها كده عشان ايه. حلو، طيب تمام. تعالوا مع بعض نحط معلقه دبس الرمان. دبس الرمان عليه يا شيف على الطماطم كده. حلو اهو. حلو اهو. ومعانا بقدونس. البقدونس ده يتفرم ناعم. خلي بالك من الاخطاء الشائعه اللي هم مبتدئين في المطبخ بيقعوا فيها لغايه دلوقتي، ما بيعرفوش البقدونس من الكزبره. تفرم طول النهار تبوله لجوزها تتفاجئ ان هي فرمه كزبره بدل البقدونس. ده بيحصل، كان بيحصل معايا زمان وانا بتعلم مطبخ. البقدونس في فرق بين البقدونس والكزبره. البقدونس بتلاقي ورقته خضراء والورقه عريضه شويه. الكزبره بتلاقي ورقتها اخضر فاتح والورقه بتاعتها فيها ايه؟ طويله شويه. وانا الكلام ده شرحته وشرحت تفاصيله ازاي نشتري البقدونس والكزبره والشبت ونعرف الحاجات دي كلها. بفرم البقدونس ناعم بالسكينه، ودايما لما بتيجي سيره تقطيع الخضار، الشيف المغازي له مقوله مشهوره، غسيل الخضار قبل التقطيع مش بعد التقطيع. يعني البقدونس ده ما ينفعش يا شيف مغازي بعد ما فرمته كده اخده اغسله، دي من الاخطاء الشائعه برضو. غسلته قبل التقطيع، بفرمه على طول واحطه على الطماطم. دي بالنسبه للحشو. حلو قوي، خلصنا من البقدونس. عندنا الرز المصري. شويه رز كده، البعض بيكسر من الرز يعني كتر، والبعض بيقلل منه حسب الرغبه، ولكن الصح يا عم الشيف كميه الرز تكون قليله عشان عاملين دايت. طيب انا حطيت رز، حطيت بقدونس، حطيت طماطم، حطيت عصير، لا لسه عصير ليمون ما حطيتوش. ده عصير ليمون. حلو. وعندنا زيت زيتون بكثره.
الاكله دي بتحب زيت الزيتون، وحتى هنا ده كمان احط عليه شويه زيت زيتون. يشرب زيت زيتون كده يبقى لطيف وحلو على البارد. بحط هنا كمان شويه زيت زيتون. بهاراتنا بهار حلو ويا عم الشيف، وملح وفلفل. بهار حلو وملح وفلفل، ادي البهار الحلو معايا والملح والفلفل عشان نبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. المفتاه عايز تتخن بقى اقول لي كده. طيب تعالوا مع بعض خلطه المحشي عملتها. حلو الكلام، اللي هي عباره عن بقدونس مفروم ناعم مع نعناع اخضر. معانا النعناع يا عم الشيف، لسه ما فتحوش بتوع الخضار. معانا نعناع اخضر، ومعانا طماطم، ومعانا بصله مفرومه ناعم، نحطها كده لطيفه زي الفل. في حاجه بتزعلني والله العظيم، بزعل لما اقول لك ايه، المخبز قافل عشان العيد، بتاع الخضار قافل ولم الخشب ولم الخضار عشان العيد. يا عم الحاج، ده هو العيد ده نشتغل فيه علشان حتى زبونك اللي انت بتشوفه طول السنه تصب عليه يوم العيد. صباح الخير يا حاج، صباح الخير يا ام فلان، ويوم العيد ونفتح كده. ليه ناخد اجازات يوم العيد؟ في اماكن ما تاخدش اجازه، بتاع الخضار، السوبر ماركت، البقاله، كل ده مطلوب، خلي بالكم. طيب انا كده تبلت الخلطه بتاعتي، تعالوا نلف مع بعض ورق العنب. حلو الكلام، ورق العنب عشان نلفه برده له تكنيك وله ايه اسرار مع بعض كده سريعا. طبعا معايا البلانش بتاعتي، افرد عليها كام ورقه كده. ورق العنب لما نيجي نلفه لازم نحط ورقه العنب لها ناحيه ناعمه وناحيه خشنه. قول لي بقى يا شفيق، نحط الحشوه جوه الناعمه ولا جوه الخشنه؟ الناعمه اهي اللي بتلمع. دي ناعمه، دي مهمه جدا على فكره. ودي الخشنه، ودي الورقه الخشنه، الناحيه الخشنه. قولوا لي بقى، نحشي يعني نحط شفيق ده راجل طيب، هو بيحب الاخراج وراجل مبدع في مجاله. فعلا الحشوه بنخليها في الناحيه الخشنه، يعني الناحيه الناعمه للبلانشه او للطبليه اللي بتلف عليها. حلو الكلام، ده مهم جدا. زي ما انا بعمل كده دلوقتي، دي الناحيه الناعمه بنخليها كده اهو، زي ما انا شغال كده. يعني ما تخليش العروق بتاعت ورق العنب تبان في قلب الحل اهو، زي ما انا بلف كده اهو. هلف واحدة واثنين وثلاثة وأربعة. المساعدة بتاعت المشاهد ربنا يديها الصحة طول الليل بتعمل الورق العنب. شايفين؟ كلنا بنشتغل من قلبنا بحب، مش الشيف لوحده، الشيف آخر واحد يبين شغله، ولكن ورا الصورة الحلوة وورا الشغل اللي حضراتكم شايفينه ده فريق عمل كبير، بداية من التصوير للإخراج للفنيين للصوت للإنتاج لكل الناس الحلوة. شفت ورق العنب بلفه ازاي تحت ايد؟ شفت فين زمان كان الواحد يلف له حلتين ثلاثه اربعه. والله العظيم. شفت؟ زي الفل. ورقه كده بتجيبيها برميها تحت ايدك، وبعدين ما تبرميش جامد. خلي بالك والله العظيم اللي انا بقوله ده مهم جدا. ليه ما تبرميش جامد يا شيف؟ ادي مساحه لحبات الرز المصري تفرد عضلاتها، يعني تتمطع جوه الورقايه. ما انت لو كتمت عليها جامد الورق العنب ده هيستوي كل حاجه، ومهما تديله بس تيجي تاكل هتلاقي حبات الرز فيها كسره الايه؟ عدم السوى، فيها شويه مش مستعرق اللي هو عدم السوى. ليه؟ انت مش مديالها مساحه جوه ورقه العنب تستوي وتفرد عضلاتها. شفت التركايه وصلت لفين؟ جوه تفاصيل لفه ورق العنب، ده مهم جدا على فكره. زي ما انا بلف كده اهو، بص بالراحه خالص اهو اهو، وايديك كده بحنيه تمشي عليها اهو، زي الفل. تاني كمان واحده اهو، عشان عندنا شغل تاني لسه كتير اهو اهو. انا حاطط دي غلط على فكره، اهي اهي اهي، شفتوا؟ بس عشان مش عارف الفرق الناحيه الناعمه من الناحيه الخشنه. تاني اهو هوري لحضراتكم الناحيه الخشنه فين، ولما نلفها على الخشن ايه اللي يحصل. ده مهم جدا اهو، دول كده تمام. نجيب ورقه العنب دي كده اهي، دي الناحيه الناعمه والناحيه الخشنه. الناحيه الخشنه تلاحظها اهي على الوش اهي، دي لما تيجي تسويها شوفوا المنظر ده كده. مخرجنا الجميل الله يوفقك جيب لي الفرق بين ديت وبين ديت عشان نعرف الفرق بين ديت. أنا عارف معايا فرسان التلفزيون المصري من الأساتذة المصورين، التكنيك العالي وتفاصيلها. الورقة العنب لما تتلف على الناحية الخشنة ما تاخدش وضعها في قلب الحلة، ونيجي ناكلها تقطم معانا. أما لما نلفها جوه الناحية الناعمة بالتأكيد تبقى بتلمع ورقة العنب مع الزيت، تبقى لطيفة وجميلة، ودي قواعد لف ورق العنب. ورق العنب طبعًا عملنا إكزامبل مثال يعني أهو، خلي بالكم ده، وجيبه لي كده عم المخرج الجميل أخويا وحبيبي الأستاذ شفيق. الحله الصغيره والحله الكبيره دي بتلمع اهيت، ودي ملفوفه وجاهزه مستويه بسم الله ما شاء الله. ولازم طبعا ده يتحط في الثلاجه يبرد، وبعد ما يبرد يا عم الشيف نقدمه بالف هنا وشفا. ولكن عدل ورق العنب ده
حاجة لطيفة وبسيطة. إيه يا عم شيف؟ سلطة الزبادي بالخيار أو خس بالزبادي وخلص الكلام، وتبقى وجبة غدا لطيفة وجميلة، فيها الرز وفيها النشويات وفيها ورق العنب، قيمة الغذائية عالية جدا وكمان صحي. خرجنا من العيد لازم نريح معدتنا شوية وناخد موقف شوية مع القيمة الغذائية والأكل بتاعنا اللي هنتناوله خلال اليوم. طلع على الحبيب قلبك يطيب. عليه الصلاة والسلام. عليه ورق العنب بالزيت اهو تستكلها تشوفوا مع بعض. اهو اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا عم الشيف؟ يا عم لا مش هتلاقي لحمة راس ولا كوارع ولا حاجة. اه؟ هتلاقي بطاطس مثلا. اللهم صل على النبي. يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل. اه شوية ورق عنب بالزيت لسه سخن. ده المفروض يبرد عشان نتكلم للأمانة يعني عشان ناكله ونستمتع بيه لازم ورق العنب ده يبرد، وبعد ما يبرد يا شيف ونرش عليه رشة زيت زيتون ويتقدم معاه سلطة الزبادي بالخيار أو سلطة الخس بالزبادي. أنا شخصيا بحبه كده مع إيه؟ سلطة بالزبادي. اه حلو أوي. معانا سلايز من الليمون. اللهم صل على النبي. معانا ليمون كبير كده زي ده. الجرنش بتاعه بالله اخواننا اللبنانيين حاطينه في طبعا في المطاعم بيبقى ليمون حواليه كده، نعناع اخضر، سلايز من الطماطم زي ما احنا حابين. لازم الطبق ده يطلع بشكل، وزي ما قلت لحضراتكم ده لازم يتاكل بارد. شفتوا الجو ده كده؟ وعملنا محشي زينا زي الجيران بس مش بالكوارع ولا بلحمة الراس. انت تدعش بقى مش عايزك تقع، خلي بالك. حلو قوي. معانا طماطم صغيرة لطيفة وحلوة، وده بيتاكل بارد خلي بالك، فلازم ما تحط طماطم عادي اهو. الجرنش ده مطلوب. نعناع اخضر لو عندك يبقى لطيف وحلو، عدله يعني زي الفل يا عم الشيف. على فين ده يا استاذنا مخرجنا الجميل؟ تحب اقدمه لحضرتك فين؟ قول لي بس، قول لي ولا تخبيش يا زين. اه عينيا انا بس على الزيت ما يسخن عشان عايز احمر شويه كفته حلوين معايا، فقلت اغرف الايه؟ ورق العنب. اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا للي ياكل. طبق يقعد عندنا اسبوع ناكل منه بالف هنا وشفا. ورق العنب بالزيت على فكره يقعد في الثلاجه وقت كبير، ما تقلقيش منه طالما محطوط في الثلاجه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نحمر كفتة المشروم. اه الزيت عندي اخباره ايه؟ سخن. باخدها كده اه سبتها اتشمعت اه وتترص كده بالشكل ده كده وتنزل كلها مرة واحدة.